أعلنت النقابة العامة للعاملين بجامعة سوهاج عن تجهيز منافذ لها بمقر الجامعة القديم لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق المحلية. وقد شهدت المبادرة إقبالا شديدا من العاملين بالجامعة من أعضاء النقابة، حيث تدعم جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة هذه الأنشطة للتخفيف عن كاهل أسر أبناء الجامعة. تفاصيل أوفى في تقرير زميل محمد رفعت. حزمة من الخدمات تقدمها النقابة العامة للعاملين بجامعة سوهاج للعاملين بالجامعة ضمن دورها المجتمعي والخدمي، وحرصا على تخفيف الأعباء على كاهل أسر العاملين وبدعم من الجامعة، توفر النقابة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق المحلي، وتشهد إقبالا كبيرا من العاملين بالجامعة. النهارده النقابه بتوفر يعني سلع اساسيه متنوعه، منها النهارده توفير سمك بلطي باكثر من نوع، متوفر باربع احجام، حجم ب 35 وحجم ب 45 وحجم ب 55 وحجم ب 70. الاسماك دي كلها اسماك طازجه وجايه من بحيره ناصر مباشره للعاملين بجامع سوهاج. وطبعا كل انشطه النقابه بوجه عام بتتم تحت رعايه وتوجيه الاستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعه، بيتابع بشكل مباشر، وده بيتم بالتعاون مع مديريه التموين بمحافظه سوهاج، اداره التجاره الداخليه، بالتنسيق مع الدكتوره هاله ابو الفتوح. النقابه كل يوم بتواصل نشاطاتها لتقديم سلع وخدمات اساسيه للعاملين بجامع سوهاج. كان في امس برضه توفير ارز باسعار مخفضه، ارز جيد وزنه الكيس 1000 جرام، يعني الوزن بتاعه مظبوط والسعر بتاعه مخفض مقارنه بغيره خارج الجامعه. وكمان بنوفر لحوم بلدي برضه باسعار 270 جنيه تتضمن 150 جرام دهون، وبتوفير كبده بلدي. بنوفر يعني سلع كثيره جدا وخدمات اساسيه للعاملين داخل الحرم الجامعي وفي مقر عملهم، بتكون كلها مخفضه الاسعار، يعني للحد من غلاء الاسعار والاسهام مع العاملين في القضاء على جشع التجار. العاملون بجامعة سوهاج أشادوا بدور النقابة في توفير مختلف السلع الغذائية خلال فترة أزمات بعض هذه السلع بأسعار تنافسية عن الأسواق، وتتيح النقابة من خلال منفذها بمقر الجامعة القديمة السلع الغذائية طوال يوم العمل. موفرين لنا كل طلباتنا، سمك ولحمه ورز، وبيجيبوا لنا سكر، كل اللي عايزينه بيجيبوه لنا في النقابه في جامعه سوهاج. شكر الرئيس السيد الدكتور رئيس جامعه سوهاج مع الوزير على ما بذله من مجهودات وتوفير كافه المنتجات للعاملين بجامعه سوهاج، وشاكرين اعضاء العاملين بجامعه سوهاج ونقيب العاملين بجامعة سوهاج وكل العاملين بجامعة سوهاج، لهم الفضل والشكر لمعالي الرئيس رئيس الجامعة على ما بذله من مجهودات تمام في بذل المنتجات لجامعة وتوفير السلع للعاملين بجامعة سوهاج. سمك مدعم جاي من أسوان، سمك بلدي، وموفر لنا أسعار كل حاجة من 35 بتبدأ لغاية 70، الأسعار مناسبة، وأسعار النظافة برضو 3 كيلو ب 10 جنيه نظافة السمك. وبتوفرنا هنا برضو الجامعة عربيات شلنا في حاجات كتير والله. نقابة العاملين بتجيب حاجات حلوة وجميلة، جميلة جدا جدا والله، ربنا يجيب كل حاجة بنقابة العاملين من سكر الرز لكل حاجة توفر العاملين بالجامعة، والأسعار مخفضة والحمد لله. ويأتي ملف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للعاملين بجامعة سوهاج ضمن أنشطة نقابة العاملين بالجامعة، والتي تهتم بتوفير جميع متطلبات العاملين بالجامعة والدفاع عن حقوقهم وتوفير المناخ الجيد للعمل والإبداع. محمد رفعت، طيبة.